هاي يا بنات، ازيكم؟ عاملين ايه؟ الفيديو ده هيكون ريفيو عن منتجات العناية بالبشرة من شركة انفنتي، وده فيديو من ضمن سلسلة الفيديوهات اللي انتوا طلبتوها عن العناية بالبشرة، والمرة دي هيكون عن شركة انفنتي. انا جربت من عندهم كريم فيلير الليلي للتفتيح وكريم اي كونتور سيرم ويز كونسيلر، وانا كنت وريتكم المنتجات دي في فيديو مشترياتي. لو حد لسه ما شافش الفيديو سيب لكم اللينك في صندوق الوصف، السهم اللي بيكون تحت الفيديو ده على طول. فلو حابين تعرفوا رأيي في المنتجات دي وتجربتي معاهم وكل حاجة عنهم بالتفصيل، تابع معايا الفيديو للآخر. وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا اللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلكم كل الريفيوهات الجديدة اللي أنا بقدمها. ويلا بينا على الفيديو. مبدئيا كده قبل ما اتكلم عن الكريم حابه بس اوضح حاجه. شركه انفنتي شركه مصريه، وطبيعي زي اي شركه بيبقى عندهم حاجات كويسه وحاجات اللي هي يعني مش جودتها قوي. فانا هتكلم بس على المنتجات اللي انا جربتها، فمش هقدر احكم على باقي المنتجات. انا جربت كريم فلير اللي هو الكريم الليلي، نايت كريم اللي هو كريم التفتيح، وهم عندهم من اللاين ده كريم نهار وكمان صابونه. انا جربته بناء على ترشيح الدكتور، لان هو قال لي ان الكريم الليلي مفعوله اقوى من الكريم النهاري، فعشان كده قلت طب خلاص اجرب الكريم الليلي على طول. فانا جربته على هذا الاساس. هو سعره 70 جنيه، وبينزل عليه اوفر بتاخدي واحد والتاني مجانا. وده شكله 60 ملي، هحاول اوضح لكم الصوره تمام كده. ودلوقتي هنشوف مع بعض مكونات الكريم ده. الكريم ده كريم تفتيح للبشرة، نايت وايتنج كريم. ودي شكل المكونات بتاعت الكريم زي ما انتوا كده شايفين. في مادة الكافيار وفيتامين بي 3، وفي مادة الهايدروليزيت رايز بروتين وميكا جولد وهيرونيك اسيد، وفي مادة اللي هي سكوربيك اسيد اللي هي طبعا بتعمل على التفتيح. فمن ضمن الحاجات اللي هما بيقولوها على العلبة بتاعته ان هو الكريم ده كريم تفتيح، بيحتوي كمان على مادة الريتينول اللي هي بتساعد على تقشير البشرة وتحفيز الكولاجين والوقاية من التجاعيد والخطوط التعبيرية والحاجات دي. ده على اساس الكلام اللي هما بيقولوه تمام كده. فلو لاحظنا الكريم ده يعتبر من ضمن الكريمات اللي هي تعتبر خليط من مادة الريتينول ومن مادة التفتيح، فعشان كده الكريم ده بيساعد على تحفيز الكولاجين وتقشير البشرة، وبالتالي تقشير البشرة بيخلي المواد التفتيح اللي فيه البشرة تمتصها بصورة أسرع، فبتجيب نتيجة أسرع مع الكريم. ده شكل الكريم تمام، وهو من جوه لونه أبيض. الكريم ده طبعا بيتحط بس بالليل زي ما انتوا كده شايفين. ده لونه الكريم ده عادي لجميع أنواع البشرة. أنا بشرتي مختلطة، انا بس حطيت كتير. حابه بس اوضح لكم حاجه، ان الكريم ده البشره بتمتصه بسهوله رغم ان انا حطيت كتير زي ما انتوا كده شايفين، بس البشره امتصته ومش بيسيب احساس دهني او احساس مزيت. لان في بنات كتير سالتني على كريمات التفتيح تكون خفيفه على البشره بالنسبه لان احنا بشرتنا دهنيه، فاحساس الكريم المدهن او احساس الكريم المزيت مش بيبقى حلو خالص على البشرة الدهنية. لكن الكريم ده البشرة بتمتصه بسرعة. تجربتي مع الكريم ده زي ما وضح لكم ازاي البشرة بتمتصه، ودي اهم حاجة عشان الناس اللي قلقانة بخصوص ان هي بشرتها دهنية. هو سريع الامتصاص، مش بيسيب اي ملمس دهني ولا اي حاجة. بتحطيه بالليل وبتنامي وتغسليه تاني يوم الصبح. حلو كتفتيح، كتفتيح توحيد مش بقع ولا تصبغات. انا شايفاه ان هو كويس بالنسبه للمكونات بتاعته وبالنسبه لتجربتي معاه. هو بيساعد على توحيد البشره لو عندك مثلا في مناطق فيها غمقان كده بسيط من اثار الشمس، اثار التهابات كانت عندك قبل كده وعملتلك شويه اسمرار، الكريم ده هيخلي لون بشرتك واحد وهيوحد لون البشره. وبخصوص مادة الريتينول، فيعني حاجة كويسة ان يكون الكريم فيه مادة الريتينول، كده انتي بتعملي تفتيح وفي نفس الوقت بتحفزي الكولاجين. فانا شايفة ان الكريم ده من تجربتي معاه انا حاسة ان هو الكريم ده كويس وجودته كويسة، وبالنسبة كمان لسعره فالكريم ده حلو جدا بالنسبة لسعره، خصوصا ان في اسعار كريمات التفتيح غالية جدا زي بتاع بايوديرما وايت اوبجيكتيف
وفي بتاع كمان لاروش بوزي، واللي كان اقل منيهم شويه بس برضو كان جودته كويسه، اللي هو كريم التفتيح ACM. فانت لو عايزه حاجه تفتيح وتوحيد وسعرها كويس، فكريم فلير كويس جدا بالنسبه لسعره. تمام كده. ودلوقتي هتكلم على كريم اي كونتور سيرم ويز كونسيلر من شركه انفينتي، ويمكن ده اكتر كريم انتوا طلبتوه مني. انا زي ما انتوا كده شايفين يا دوب مخلصه ربعه، انا كنت عايزه اكمله اكتر من كده بس انتوا استعجلتوني مكنتوش صابرين خالص، فانا قلت خلاص اقول لكم بقى ريفيو اللي لاحظته لحد ما لحد دلوقتي، وهوريكم شكله وملمسه والتغطيه بتاعته كل حاجه عنه. دلوقتي اول حاجه زي ما انتوا كده شايفين بيجي في شكل ده عبوه ازاز، وده شكلها كاتبين عليه ان هو سيرم لتفتيح وتحسين مظهر المنطقه اللي تحت العين. وهنا المكونات بتاعته زي ما انتوا كده شايفين، في برضو ماده الريتين. ثواني احاول اوضح لكم المكونات. ادي شكل مكونات الكريم، في ماده الريتينول وفي كافيين وفي سكوربيك اسيد اللي قلت لكم دي من ضمن مواد التفتيح، وفي كولاجين وفي كوفيسيد وفي فيتامين اي، وفي هنا اكتي وايت. تمام، دي شكل المكونات بتاعته. تمام كده، وده شكل الكريم من جوه. وده شكل الكريم من جوه زي ما انتوا شايفين، الكريم تقيل كده ماسك نفسه يعني مش بينزل ولا اي حاجه، زي ما انتوا شايفين كده قوام تقيل جدا. وده لونه شويه على مصفر عشان يعادل او يعالج اللي هي شكل الهالات. شايفين الكريم تقيل ازاي؟ مبدئيا كده بس حابه اوضح حاجه، انتي لو عندك هالات وراثيه، هالات مرضيه، هالات بسبب نقص فيتامين، هالات عندك من زمان يعني ليها فتره طويله مش هالات عرضيه او هالات ظهرت كده فجاه، فالصراحه من واقع خبرتي وبالنسبه ان انا جربت انواع كتير للهالات من كريمات غاليه الرخيصه، مفيش حاجه نهائي بتعالج الهالات الوراثيه ولا الهالات المرضيه. فانتي لو عندك هالات وراثيه قدامك بس حقن الفيلر، او لو عندك هالات مرضيه فقدامك بس حل ان انت تشوفي ايه نقص الفيتامين اللي عندك وتبتدي تاخديه وتبتدي تظبطي مع الدكتور الحاجات اللي انت محتاجاها. لكن الكريمات دي حلوه للناس اللي هي ظهرت عندها هالات عرضيه او ظهريه كده مره واحده ما كانش عندها هالات، فساعتها الصراحه الكريمات دي هتجيب معاها نتيجه. تمام كده، انا شايفه الكريم ده حلو للناس مثلا اللي هي زي اللي عندها مثلا هالات وراثيه فمش بتروح، او عندها هالات بسبب نقص فيتامين فالهالات مش بتروح برضو بسهوله، فساعتها الكريم ده حلو لان هو فيه نسبه كونسيلر، فانت مش هتقدري طول الوقت تحطي كونسيلر تداري الهالات لانه مع الوقت هيعملك تجاعيد وخطوط وهيرهق المنطقه اللي تحت العين. فانت لو عايزه حاجه طبيه تداري معاكي الهالات بشكل مؤقت ان انت تحطيها زي الكونسيلر، زي ما انتوا شايفين هو تغطيته حلوه جدا ان انت تحطيها زي الكونسيلر فتبتدي تداري معاكي الهالات، فانا في الحاله دي انصحك بيه. غير كده هو بينشف يعني مش هيضايقك ابدا تحت العين او تحسي ان هو بصوا بدا ينشف ازاي. تمام كده، هو بينشف فمش هيضايقك تحت العين او تحس ان تحت العين ملزق او مدهن، لا هو بينشف خالص تحت العين وفي نفس الوقت بيرطب المنطقه تحت العين. وانتوا عارفين انا قبل كده لما جربت الكريم بتاع كولاجرا بتاع العين قلت لكم ان هو ما عجبنيش نهائي خالص، ما فيش مني اي فايده واحده، لكن الكريم ده انا لاحظت معاه بترطيب الصراحه، لاحظت معاه ان هو عشان قوامه تخين فبيعمل تغطيه حلوه للمنطقه اللي تحت العين، فانا شايف ان هو الكريم ده حلو بالنسبه للحاجات دي. اما في موضوع علاج الهالات فانت لو عندك زي ما قلت لكم هالات ظهرت مره واحده فيبتدي فعلا يفتح معاكي شويه الهالات، لكن لو انت عندك هالات وراثيه اي نوع من الهالات اللي هي المرضيه فالصراحه ما تتعبيش نفسك ان انت تشتري كريمات وتصرفي فلوس لان الصراحه ملهاش علاج، وده من واقع خبرتي وتجربتي انا في موضوع الهالات. لكن انت لو عايزه تجربي فانت ليكي حريه الاختيار براحتك عادي. وده كان الريفيوهات بتاعت شركة انفينتي كريم العين وكريم التفتيح. تمام كده، وده كان الريفيو، وده كان تجربتي مع الكريمين من شركة انفينتي، ويا رب يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا. ولو حابين تسألوا عن اي حاجة اكتبولي تحت في التعليقات وانا هرد عليها كلها،
وشكرا ليكم ومع السلامة.